الخير مشاهدينا الكرام، عناوين نشرتي الرئيسية. جلالة الملك يشرف بالرباط على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية للدعم الغذائي رمضان 1440 التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مبادرة تعكس العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة وتكرس القيم النبيلة للتضامن والتآزر. اليوم تحل الذكرى 16 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مناسبة تعبر من خلالها كل مكونات الشعب المغربي عن مشاطرة الأسرة الملكية أفراحها ومسراتها وارتباطها المكين بالعرش العلوي المجيد. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مليكة رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي توجه كلمة بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وإعطاء الانطلاق لأسبوع الوطني الهلال الأحمر المغربي، فرصة لإبراز مساهمات المنظمة في المجالين الإنساني والاجتماعي. قصر أيت فرح بتجداد إرث حضاري ومعماري يعود تاريخ بنائه إلى أزيد من 10 قرون بلمسات فنية وجمالية إلى جانب قصور أخرى بالمنطقة صنفتها اليونسكو تراثا عالميا. أهلا بكم، بداية التفاصيل من حي القمرة بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، حيث أشرف اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية للدعم الغذائي رمضان 1440 التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك. وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضع هشاشة، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي. التفاصيل. يوم مبارك سعيد وشهر فضيل كله خير ومكرمات، وشكر لله عز وجل على نعمه التي أنعم بها على هذا البلد السعيد تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يسعى جاهدا لتوفير أسباب الطمأنينة والعيش الكريم الذي يغني عن السؤال ويعز النفس ويسد الحاجة. وأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله قد جعل من التضامن أحد أوراشه الكبرى لإصلاح الأمة في معيشتها كما في معنويتها، وبذلك فقد أحيا نصره الله قيمة كبرى في الدين وزرع من دعائم الاستقرار ما يصح به اليقين، وهكذا جعل من التضامن والتكافل المثل الأعلى في جهوده المتواصلة لتفريج الكرب وإعانة المحتاجين والضعفاء، ودعم أسس طرح التكافل الاجتماعي بتيسير كل السبل في مواجهة الفقر والهشاشة، ويسارع الخطى في فعل الخير والإعانة على فعله في مجتمع التساكن والعون والدعم والمساعدة والتضامن، تجسيدا لقيم التضامن التي تميز المجتمع المغربي وتعزز تآزره للفئات المعوزة. جلالة الملك حفظه الله يشرف بحي القمر بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية للدعم الغذائي رمضان 1440 التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك. وسيستفيد هذه السنة من عملية رمضان 1440 التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 70.242 مليون درهم، أكثر من 2.5 مليون شخص يتوزعون على 83 إقليم وعمالة بالمملكة، وينتمون إلى 500,300 أسرة، منها 402,238 أسرة بالوسط القروي. وأضحت هذه العملية المنظمة بدعم من وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي بلغت هذه السنة نسختها 20 موعدا سنويا هاما يتوخى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لا سيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية تم التعبئة آلاف الأشخاص تدعمهم مساعدات اجتماعيات ومتطوعون من بينهم طلبة. ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة لا سيما على مستوى لجنتين
واحدة محلية وأخرى إقليمية تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المساعدات الغذائية. كما تقوم المجموعة المهنية لبنوك المغرب والخزينة العامة للمملكة بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من خلال المساهمة في مراقبة مختلف الجوانب المالية للعملية، فيما يسهر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من جانبه عن مراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة. وتأتي عملية رمضان 1440 لتنضاف إلى مختلف العمليات والمبادرات الإنسانية التي يقوم بها صاحب الجلالة نصره الله بغية النهوض بثقافة التضامن وتحقيق تنمية بشرية مستدامة تماشياً مع قيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وتعتبر العملية الوطنية للدعم الغذائي رمضان 1440 التي أطلقها العاهل الكريم في ثاني أيام رمضان الكريم تجسيداً للقيم النبيلة التي تسود الشعب المغربي على أرض الواقع، ولإرادة جلالته الراسخة على جعل هذه العملية وسيلة فعالة للتماسك الاجتماعي. وأضحت هذه العملية موعدا سنويا هاما ويحظى بمكانة خاصة في حياة الأمة المغربية باعتباره حدثا رائدا يروم ترسيخ العمل التضامني كسلوك وثقافة، وكذا تخفيف العبء المادي الذي يثقل كاهل الأشخاص المعوزين خلال هذا الشهر المبارك. ويتعلق الأمر بمبادرة تضامنية تعتمد على غرار العمليات السابقة على تقديم مساعدة من المواد الغذائية للأشخاص في وضعية هشاشة. وهكذا فإن مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعمل تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله وعبر تكثيف المبادرات الإنسانية على مواجهة جميع أشكال الهشاشة والفقر، وعيا منها بأن تحقيق التنمية الشاملة لن يتأتى في الوقت الذي لا زالت فيه بعض فئات المجتمع تعاني من التهميش. فخلال هذا الشهر الفضيل تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن العديد من المشاريع التضامنية والمبادرات التنموية، واشتغلت على مختلف الواجهات من أجل تعبئة وتتمين الرأسمال البشري وجعله غاية أصيلة وآلية لضمان تنمية سوسيو-اقتصادية مستدامة. عملية رمضان في نسختها العشرين تستهدف هذه السنة أكثر من 500,000 أسرة، أزيد من 80% منها تنحدر من الوسط القروي. موعد سنوي هام يجسد إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على جعل هذه العملية وسيلة فعالة للتماسك الاجتماعي وتجسيدا للقيم النبيلة التي تسود الشعب المغربي على أرض الواقع. لنتابع. عملية الدعم الغذائي هي مبادرة تضامنية سنوية تجسد حرص صاحب الجلالة نصره الله على ترسيخ أواصر التضامن والتكافل ما بين أفراد المجتمع المغربي. وهذه العملية التي تقوم بها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في دورتها العشرين تهدف إلى توزيع المواد الغذائية الأساسية على العائلات المعوزة، بالخصوص الأرامل، الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، بحيث أن هذه السنة ستشمل العملية أكثر من 2.5 مليون من الأفراد، أي أكثر من 500,000 عائلة، كلهم أو مجلهم منحدرين من العالم القروي. هذا المبادرة مزيانة للناس المعوزين وتتفكرنا بها سيدنا كل عام، الله يجزي بخير، الله ينصروا لنا، الله ينصروا لنا سيدنا. مزوجة عندي راجل معاق وعندي وليداتي وتعاوني سيدنا كل عام، كل عام 15 عام هذه وأنا تعاوني الملك، كل عام تعطيني القفة. فرحانين فيها بزاف العام سيدي، الله يجعل ربي يطول لنا للعمر، رد بابه معانا احنا الضعفاء، حمدنا الله وشكرنا على فضل وحسن ونعمة سيدي، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الله يطول عمره، الله يزيد في مداده، الله يخليه لينا. محتاجين وما عندناش، والله اللي عالم. الله ينصر سيدنا، الله ينصروا، الله ينصروا. فائدة السكينة تيكرمهم، كيكرمهم الله يكرمه، الله يكرمه بدخول الجنة، كيفرحهم
كيفرحهم الله يفرحهم. المبادره متميزه حيت اكيد ان الشباب من يعني من دابا يكونوا امبليكي في العمل الاجتماعي، حيت من بعد الى هذا الشباب هذا هو الذي يخدم المستقبل ديال الوطن، هو الذي يكون هنايا يعني من الاكيد ومن الاساسي نكونوا من دابا خدامين على هذا الشيء وامبليكي فيه باش ان شاء الله من كبر نديروا اكثر وان شاء الله نديروا ما احسن ان شاء الله. هاد البادره مزيانه حيت كنشوفوا كيفاش ان الناس اللي محتاجين كياخذوا كيتعاونوا خصوصا في هذا الشهر المبارك اللي الناس العائله المغربيه كتحتاج المعاونه. ومن هذا المنبر كنبغي نبارك رمضان لجميع المغاربه. جينا اليوم باش نساهموا في العمليه ديال توزيع ديال لي باني بمناسبه شهر رمضان الكريم، والهدف ديال المبادره هي نعاونوا الناس اللي محتاجين في هذا الشهر واللي ما عندهمش يعني كيلقاو صعوبات باش يكملوا هذا الشهر، كاينين في ظروف جيده ولذلك فحنا جينا اليوم حضرنا باش نعاونوهم وتتم هذه العمليه بنجاح. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد لاورنتينو نيتو كورتيزو، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية بنما. كما بعث جلالته برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة السيد ستيف بيندروفسكي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية شمال مقدونيا. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية غينيا بيساو جوزي ماريو فاز، أعرب فيها عن أمله في أن تتعزز لحمة منظمة التعاون الإسلامي حول قيم التضامن والأخوة والوحدة والسلام. تحتفل اليوم الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي بالذكرى 16 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مناسبة تتجدد فيها نفس الفرحة التي عاشها الشعب المغربي يوم 8 ماي 2003 حين أشرقت جنبات القصر الملكي العامر بميلاد ولي العهد الذي اختار له صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اسم مولاي الحسن. حدث يعكس البعد الحقيقي للتشبث الوثيق للشعب المغربي بالعرش العلوي المجيد الضامن لوحدة واستقرار المملكة. عبد الله شكر. بحلول الذكرى 16 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، تتجدد مشاعر الفرح والابتهاج التي عاشها الشعب المغربي قاطبة في 8 ماي عام 2003 حين أشرقت جنبات القصر الملكي العامر بميلاد ولي العهد الذي اختار له صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اسم مولاي الحسن. أن أزف البشرى إلى رعايا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أن الله تبارك وتعالى أكرم جلالته بازدياد مولود ميمون الطالع في تمام الساعة 46 دقيقة من صباح يومه الخميس 6 ربيع الأول 1424 هجرية الموافق ل 8 ماي 2003. هذه الذكرى مناسبة يستحضر فيها الشعب المغربي الاحتفالات البهيجة التي أعقبت الإعلان عن ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. وقد جاء إطلاق اسم مولاي الحسن على ولي العهد تعبيرا عن قيم ومبادئ الوفاء لملكين عظيمين في تاريخ المغرب، هما السلطان مولاي الحسن الأول وجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وتجسيدا لاستمرارية العرش واستقرار البلاد وتماسكها عبر التاريخ. تخليد ذكرى ميلاد ولي العهد يكتسي رمزية تاريخية وعاطفية بالغة الدلالة، فهو تعبير عن الاستمرارية التي تطبع تاريخ الدولة العلوية الشريفة التي حافظ ملوكها طيلة أزيد من 3 قرون على القيم والمبادئ التي تأسست من أجلها
ألا وهي الدفاع عن وحدة الوطن واستقلاله وصيانة مقدساته المجسدة في شعار المملكة: الله، الوطن، الملك. واحتفالات الشعب المغربي قاطبة بهذه الذكرى تجسد أروع صورة لتمسك الأمة المغربية بمبدأ الوفاء للعرش العلوي المجيد والحرص على استمراريته من خلال نظام التوارث والبيعة الشرعية لأمير المؤمنين حامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي هذه الذكرى السعيدة يستحضر المغاربة ما لمؤسسة ولاية العهد من أهمية جليلة داخل أركان الدولة ونظام الحكم، ذلك أن ولاية العهد تعد من النظم الإسلامية العريقة، حيث تتلخص مقاصدها الشرعية في التأكيد على ضمان استمرار الدولة واستمرار مقومات الدين في شخص أمير المؤمنين جلالة الملك. أنشطة عديدة يترأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، في ذلك تجسيد للأهمية الكبرى التي تحظى بها مؤسسة ولاية العهد من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ومن لدن الشعب المغربي قاطبة. فقد أضحت ذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن مناسبة سعيدة تحتفل بها كافة مكونات الشعب المغربي وتعبر من خلالها عن مشاطرة الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها، وتجدد بالمناسبة آيات ولائها وإخلاصها ووفائها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يصادف 8 ماي من كل سنة وإعطاء الانطلاقة للأسبوع الوطني للهلال الأحمر المغربي، جهت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا ملكة رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي كلمة تلاها نائب رئيسة المنظمة. كلمة سموها استعرضت مجمل مساهمات وإنجازات المنظمة في المجالين الإنساني والاجتماعي. وفاء اليعقوبي، سعيد الجصي والمهدي الشطيبي. بمناسبة حلول اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وفي كلمة بالمناسبة، صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا ملكة رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي، تستحضر مساهمات هذه المنظمة العتيدة في المجالين الإنساني والاجتماعي خلال السنة الأخيرة. في البداية أود أن أذكر بأن رسالتنا تنبني في جوهرها على خدمة المبادئ والقيم الإنسانية التي تشكل الخلفية الأساسية التي توجهنا في وضع مخططات العمل وتحديد الأولويات وربط العلاقات مع الأفراد والجماعات التي نسعى لخدمتها. باختيارنا لهذا المنهج، فنحن لا نختلف عن باقي مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التي ظلت على مدار أزيد من قرن ونصف حاضرة بقوة في مختلف المحطات المؤلمة التي عرفتها الإنسانية. صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا ملكة تؤكد في كلمتها على الجهود التي تبذلها منظمة الهلال الأحمر المغربي من خلال تطوير آليات تدخلاتها لمواكبة تطورات العصر. في هذا السياق لم تتردد منظمتنا في إدماج ما تتيحه التقنيات الحديثة في أساليب عملها لتتجاوب مع الحاجيات المستجدة للمجتمعات وتعمق معرفتها بطبيعة المخاطر حتى تتمكن من صياغة الإجابات الملائمة. وعموما فإن منظمتنا ساهمت بالفعل في تنزيل إحدى أهم توجهات استراتيجية 2020 للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، خصوصا فيما يتعلق بالشق الذي يحث على الفعل أكثر والفعل أحسن والذهاب إلى أبعد مدى.
علما بأن فعالية المنظمة ترتبط بشكل رئيسي بمدى تمكنها من تحفيز وتدبير شبكة المتطوعين وتطوير ثقافة التطوع. كلمة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مليكة أكدت على أهمية العمل وفق مقاربة تشاركية من أجل فعاليات أكبر، وذلك من خلال عقد شراكات مع العديد من المؤسسات العمومية ومنظمات المجتمع المدني. أما في مجال التكوين فأشارت صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مليكة في كلمتها إلى عزم المنظمة على المزيد من الاهتمام بالتكوين المهني. في مجال التكوين على الخصوص تجدر الإشارة إلى عزم المنظمة المتواصل على الانخراط في مسار العناية بالتكوين المهني من أجل تنويع عروضه ومسايرة مناهجه التربوية ومواصلة الجهود من أجل تعزيز قدرات معاهد التكوين التابعة لها وانفتاحها على تخصصات جديدة تواكب حاجيات سوق الشغل. وفي ختام كلمتها نوهت صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا مليكة رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي بجميع الشركاء الذين يتقاسمون مع المنظمة نفس القيم والمبادئ الإنسانية. في إطار تفعيل آليات تتبع تنفيذ البرنامج الحكومي انعقد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لتتبع تنزيل البرنامج الحكومي وتقييم المخطط التنفيذي، يتضمن الإجراءات التفصيلية العملية الكفيلة بإحداث أثر إيجابي ملموس على الحياة اليومية للمواطنين وعلى عموم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وتقييم الإجراءات والبرامج في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات المهيكلة. لمزيد من المعلومات حول هذا الاجتماع نتابع ما أدلى به رئيس الحكومة. هذه اللجنة الوزارية لتتبع تنفيذ البرنامج الحكومي كتنعقد المرة الثانية، هي كتنعقد مرة كل سنة لتقييم ما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي، اشنو اللي راح تنفذ، اشنو اللي باقي، وشنو هي المنهجيه باش نتجاوزوا اذا كانت شي تعثرات في بعض البرامج. وهذا الاجتماع كيجي ايام قبل تقديم حصيله النصفيه او حصيله المرحليه وفق الماده 101 ديال الدستور امام البرلمان، وهذه الحصيله النصفيه غيتقدم شنو اللي دارت الحكومه في هذا نصف الولايه وشنو هي شنو حققت من الاهداف ديالها. ويمكن نقول بانه الحمد لله على المستوى الحقوقي، على المستوى الاجتماعي الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الحكامه، هناك كثير من الامور انجزت، وهناك كثير من الاهداف ديال البرنامج الحمد لله تمت، وهناك امور اخرى التي هي في طور الانجاز وامور اخرى يجب ان نبدا في انجازها في القريب ان شاء الله. بالرباط دائما عقدت لجنة القيادة اجتماعا خصصا لتتبع سير وتقدم الأشغال المتعلقة بمخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى 2015-2020، وهو المخطط الذي كان قد أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس للارتقاء بالحاضرة المتروبولية. سعيد غنام وعبد العلي عيد. مشاريع واعدة موزعة على 4 محاور استراتيجية تتعلق بتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز حركة التنقل وتوفير الجاذبية الاقتصادية، وكذا تكريس مكانة مدينة الدار البيضاء كوجهة وطنية ودولية للتجارة والاستثمار. أين وصلت الأشغال بهذه المشاريع التنموية؟ ذلك ما تمت مناقشته ضمن أشغال لجنة القيادة. برنامج طموح اللي كان توقع في 2015 بحضور صاحب الجلالة الله ينصره، برنامج طموح بمبلغ وبميزانية مالية هائلة 33 مليار ديال الدرهم، وكيضم عدة قطاعات. بالنسبة لقطاع الشباب والرياضة هناك تقدم في مجموعة من المجالات، هناك بعض تأخر حاصل في بعض القطاعات، يعني بعض البنايات اللي ما عرفتش نظرا بعد مجموعه المشاكل. اليوم اتفقنا باش انه غادي نحاولوا نحلوا هذه المشاكل كامله باش نكونوا الاتفاقيات توصل الاهداف ديالها المسطره سنه 2020، نكونوا ان شاء الله نفذناها بكاملها. توفير البنيه التحتيه والخدماتيه بمواصفه عالميه من بين اهداف المخطط التنموي بمدينه الدار البيضاء لجعلها قطبا اقتصاديا رائدا. هذه الاجتماعات كتكون فرصه للوقوع على
المشاريع اللي كتمشي بسرقة عادية، وكاين مشاريع كثيرة الحمد لله تقدمات بشكل يعني مناسب، بشكل بعض الأحيان يتجاوز ما كان مسطر له وغالبا ما يتناسب مع ما كان مسطر له. أذكر على سبيل المثال جميع المشاريع البنية التحتية المتعلقة بالتنقل داخل المجال الحضري للحاضرة الدار البيضاء الكبرى. اللقاء شكل مناسبة لتقييم المنجزات وتسليط الضوء على أهمية هذا الورش التنموي. هو ورش تم وفق رؤية استراتيجية تجعل من مدينة الدار البيضاء قطبا ماليا دوليا ينافس كبرى المدن العالمية. جديد الاقتصاد نتابعه ضمن الفقرة الاقتصادية وياسر العمراني. مساء الخير ياسر. مساء الخير نادية. إذن البداية معك بالمجال الطاقي. بالفعل نادية، يطلع المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنية النووية بأدوار مهمة في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الوطنية المرتبطة بالمجالات السوسيو اقتصادية عبر مشاريع تهم البحث والدراسات. ريبورتاج في الموضوع لأحمد العلوي ومحمد توانينا. المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنية النووية مؤسسة عمومية أنشئت سنة 1986، غايتها تمكين المملكة من استعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية في المجالات العلمية والطبية والصناعية والزراعية. ولهذا الغرض يتوفر المركز على مركب علمي وتكنولوجي للأبحاث في المجال النووي، مما مكنه من نيل عدة اعترافات دولية في هذا المجال. المركز عنده 6 اعترافات دولية. الاعتراف الأول فهو كمركز متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الدورية، الطاقة الدولية للطاقة الذرية. كاينين 2 مختبرات على الصعيد الدولي، كاين واحد في البرازيل وكاين واحد في المغرب. إلى جانب هذه المختبرات، أنشأ المركز أول مفاعل نووي للأبحاث في المغرب، وشرع في استغلاله منذ سنة 2009 لأغراض سلمية. تبلغ قدرة المفاعل 2 ميجاوات ترميك. أهم حاجة هو التدفق النوتروني، الفلو نوترونيك. هذا التدفق ولا هاد النوترونات، لأنه هو كسورس ديال لي نوترون كنستعملهم لإنتاج نظائر المشعة مستعملة في الطب أو في الصناعة. وفي إطار حرص المركز على توجيه أنشطته للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية القطاعية الوطنية المرتبطة بالمجالات السوسيو اقتصادية، يسعى إلى بحث الولوج لخيار الطاقة الكهرونووية. يساهم المركز إلى جانب عدد من المؤسسات العمومية المعنية في دراسة الخيار الكهرونووي، والذي تعتبره الاستراتيجية الطاقية الوطنية من البدائل التي ممكن الاعتماد عليها على المدى البعيد. هذه المعلمة فعلا معلمة تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ديالنا، وأيضا في مجال كما قلنا البحث العلمي، وهناك شراكات مع العشرات من الجامعات في هذا الاتجاه، وقريبا إن شاء الله غادي يكون واحد دورة يعني فيما يتعلق التنسيق مع الجامعات في مزيد من البحث العلمي في تطبيقات السلمية للطاقة النووية. ومن أجل دعم التكوين الأكاديمي والعلمي، يستفيد أزيد من 100 طالب جامعي من التكوين بهذا المركز، إلى جانب تكوين وتأطير أزيد من 200 إطار إفريقي سنويا. في المجال الفلاحي وتحديدا بإقليم قلعة سرغنة، من المنتظر أن تصل إنتاجية الحبوب الخريفية بين 25 و35 قنطارا في الهكتار الواحد، مستفيدة من التساقطات المطرية التي عرفها الإقليم خلال الأشهر الأخيرة. حفيظ البوطي وعمر جليدي. بمنطقة قلعة سرغنة اضطر الفلاحون إلى اعتماد نظام السقي بالتنخيط على مستوى زراعة الحبوب، بهدف إنقاذ الإنتاج من ناحية الجودة ومن ناحية المردودية، رغم تأخر التساقطات المطرية لمدة 2 متتاليين. المنطقة المشقية أو الفلاحة المشقية فهي الحمد لله على أحسن ما يرام، لا من ناحية الجودة ولا حتى من ناحية المردودية. ف
فعلى حسب تقديرنا هذه السنة أن المردود ديال الهكتار غادي يكون ما بين 25 حتى 30 قنطار في كل هكتار، والجودة كما تنقولوا أنه حاليا موجودة الحمد لله. ملي شفنا الشتاء ما جاش ما تلاش عندنا باش نعوضوا داك السقي اللي قليل الماء، فهمتي؟ عاود عطينا القطعة اللي هي بحال هاد القطعة اللي تشوف قدامك فيها إنتاج 80%، بحال هاد القطعة اللي هي تشوف فيها حداك فيها 20%. وبهدف الاقتصاد في مياه السقي، بعض الفلاحين اعتمدوا نمطا زراعيا جديدا يمكن من ازدواجية الإنتاج الفلاحي. كنديروا هاد القمح مع الزيتون باش هاد الخدمة نستغلوها على جوج وايح. حنا كنديروا الزيتون بالقوتا قوت هو والقمح باش يكون اقتصادي في الماء، وكيجي فيه المنتوج مزيان، حيت الزيتون باقي صغير والمنتوج هذا العام راه مزيان، ضعيف شويه على حساب الشتاء ما كاينش، واخا عطينا الماء ودرنا الدواء ودرنا لانجري ودرنا كل شيء، ولكن الفيتامين ديال الشتاء ما كايناش، عندنا شويه ناقص. حتى تدير بحالك وكترطق عادي يمكن لينا ان الماء ما بقاش كيدوز. ورغم نضوج السنابل، يوصي المهندسون الفلاحيون بعدم بداية موسم الحصاد حتى متم شهر يونيو وبداية شهر يوليوز. أفادت المديرية العامة للضرائب بأن الخاضعين للضريبة أجروا ما يقارب 2.8 مليون عملية دفع إلكتروني سنة 2018 مقابل إيرادات بلغت أكثر من 120 مليار درهم. تقرير سهام بخليفي. أفادت المديرية العامة للضرائب بأن الخاضعين أجروا ما يقارب 2,800,000 عملية دفع إلكتروني سنة 2018 مقابل إيرادات بلغت أكثر من 120 مليار درهم، وهو ما يمثل 85% من إجمالي الإيرادات الضريبية. وتتوزع هذه الإيرادات على الضريبة على الشركات ب 48 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة ب 37 مليار درهم، بالإضافة إلى الضريبة على الدخل ب 27 مليار درهم، وواجبات التسجيل والتنبر ب 9 مليار درهم. وسجل التقرير أن عدد الخاضعين للضريبة الذين انخرطوا في الخدمات الإلكترونية ارتفع بنسبة 57% ليبلغ أزيد من 600 منخرط سنة 2018، كما انتقل عدد الشهادات الممنوحة إلكترونيا من أزيد من 16,000 شهادة إلى ما يناهز 640,000 شهادة ما بين 2016 و2018. وأشارت المديرية العامة للضرائب أن إجمالي العائدات الناتجة عن الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات بلغ حوالي 3,168 مليار درهم بزيادة قدرها 34% مقارنة مع 2017. عرفت الحركة الجوية بمطار الحسن الأول بالعيون ارتفاعا بنسبة 12.90% خلال شهر مارس الماضي، وحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات فقد بلغ عدد الركاب الذين عبروا هذا المطار خلال هذه الفترة 20,200 مسافر. في المجال السياحي الآن، شهد عدد السياح الوافدين على مدينة أكادير خلال شهر مارس من سنة 2019 ارتفاعا بلغت نسبته 10.54%، حيث وصل عدد الوافدين على هذه الوجهة من مختلف الجنسيات 96,400 سائح مقابل 87,200 سائح في الفترة نفسها من سنة 2018. أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن التجارة الخارجية الصينية ارتفعت بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام لتبلغ قيمتها 9.51 تريليون يوان، وزادت الصادرات الصينية بنسبة 5.7% على أساس سنوي لتبلغ 5.06 تريليون يوان خلال هذه الفترة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.9%. وفي خبر آخر، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم لأعلى مستوى في أسبوع مع خسائر أسواق الأسهم نتيجة المخاوف التجارية، وهكذا
ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1%. أما الآن فنتعرف على النسب المحققة من جانب بورصة الدار البيضاء وإلى جانبها المؤشرات العالمية أسعار النفط وأسعار العملات. بنسب أسعار النفط تنتهي اقتصادية هذا اليوم. أما الآن فنعود إلى نادية. شكرا لك ياسر. تنمية مدرسة حقوق الإنسان 2019-2021 مشروع جديد وقعت بشأنه اليوم بالرباط اتفاقية إطار خاصة تأتي في إطار إعمال مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتفعيلا لرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030. سكينة الإدريسي. من أجل ترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والسلوك المدني تم توقيع اتفاقية الإطار الخاصة بمشروع تنمية مدرسة حقوق الإنسان، اتفاقية لها أهمية كبرى. حقوق الإنسان ولا مرتكز من المرتكزات الدستورية، وبالتالي اليوم أي مواطن ومواطنة مغربية من القيم الأساسية اللي مفروض يكون كيتملكها، من الذكاءات اللي خصها تكون عنده، من الآليات والمهارات اللي خصو يكون كيتملكها، هي المبادئ والآليات ديال حقوق الإنسان. تأسيس أندية حقوق الإنسان ومواكبتها، تعبئة جميع المتدخلين وتكوين الفاعلين، إضافة إلى توفير آليات تدبير المشروع، إجراءات من بين أخرى التزمت بها المؤسسات الثلاث لإنجاح خطة العمل الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان. نحن بصدد بناء هذه مدرسة التسامح، مدرسة مواطنة الحقيقية، المدرسة المؤسسة واللي كتعتبر مشتل حقيقي للأجيال الصاعدة. القوانين مهما كانت مهمة والمؤسسات مهما كانت فاعلة، فإن التربية ثم التربية ثم التربية على حقوق الإنسان تبقى هي العامل الحاسم في تعميق حقوق الإنسان. معارف ومهارات جديدة سيكون تلاميذ المؤسسات التعليمية على موعد معها قريبا، معارف ستمكنهم من اكتساب ثقافة حقوق الإنسان واعتبارها قيمة مجتمعية ذات أهمية قصوى. الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة موضوع نوقش اليوم في المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة بمجلس النواب. اللقاء مكن النائبات من الوقوف عن كثب على الوضعية القانونية للحماية الاجتماعية للنساء العاملات وطرق تحسينها والدفع بها. رشيد يكن، يسلم عزي، وعادل معروفي. خلال هذا اللقاء تم الوقوف على احتياجات الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة والتي تتفاوت حسب المناطق. يتم التأكيد في هذا الصدد على ضرورة ضمان الحماية الاجتماعية من خلال برامج التأمين الشامل وتوفير الخدمات الاجتماعية للمرأة العاملة للحفاظ على نشاطها سواء داخل المجال الحضري أو القروي. موضوع الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة هو موضوع جد مهم ورائد، واللي كان موضوع ديال لجنة الأمم المتحدة في الدورة 63، واللي استطعنا احنا أننا نتضمنوه في المجموعة ديالنا ونعملو يوم دراسي أو لقاء دراسي مع السيد الوزير حتى نتمكن من التفاعل والغوص في هذا الموضوع الذي هو موضوع شائك ونعتبره موضوع الساعة. اللقاء مكن النائبات عضوات المجموعة الموضوعاتية من الوقوف على برامج الوزارة الوصية فيما يخص تقليص فجوات النوع الاجتماعي وتمكين المرأة من شغل لائق يضمن لها حقوقها الأساسية وسط منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.
إسبانيا تشيد بالتعاون مع المغرب في مواجهة شبكات تهريب المهاجرين التي تنشط في مضيق جبل طارق. وجاءت هذه الإشادة على لسان وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلس التي أكدت أن هناك عملا كثيرا يتم القيام به من طرف كلا البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مبرزة إرادة الحكومة الإسبانية في مواصلة العمل بالتعاون مع المغرب في هذا المجال، بالإضافة إلى اعتماد سياسة مشتركة للهجرة في إطار الاتحاد الأوروبي. جولة دبلوماسية أوروبية لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، وبدأها من إيطاليا ثم ألمانيا بعدها فرنسا في محاولة لحشد الدعم ضد عدوان المشير خليفة حفتر على طرابلس منذ 4 أبريل الماضي، إذ لازالت المعارك تدور يوميا في الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية. نبيل أزرقان. الجولة الأوروبية لرئيس حكومة الوفاق الوطني بليبيا فايز السراج تقوده إلى باريس، حيث التقى بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي دعا إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار في ليبيا تحت إشراف دولي لإنهاء المعارك الدائرة منذ الشهر الماضي بليبيا، عندما شن المشير خليفة حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس. وقد استهل رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا فايز السراج جولته الأوروبية أمس من روما، حيث التقى خلالها رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي الذي حذر من حل عسكري مجددا التزام روما بإعادة تفعيل العملية السياسية بشكل ناجع ومستدام. كما التقى السراج في برلين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث دعت ميركل طرفي النزاع في ليبيا إلى العودة إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة. تأتي هذه الجولة الأوروبية في وقت انزلقت فيه ليبيا في دوامة الحرب مع شن المشير حفتر في 4 أبريل عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني التي يعترف بها المجتمع الدولي. ومنذ بداية الهجوم قتل 432 شخصا وأصيب أزيد من 2000 شخص ونزح أكثر من 55,000 من مناطق المعارك. في تفاعلات الأزمة بالسودان، اتهم قادة حركة الاحتجاج المجلس العسكري الحاكم بالسعي إلى تعطيل نقل الحكم للمدنيين، وهددوا بتنظيم عصيان مدني وسط خلافات بين الطرفين على تشكيل مجلس مشترك يدير شؤون البلاد. عبدها بكعراتي. وجه قادة الاحتجاج اتهاما للمجلس العسكري الحاكم بتعطيل نقل السلطة إلى المدنيين، وهو ما دفعهم إلى التهديد بتنظيم عصيان مدني. فرغم إعلان المجلس العسكري قبوله بشكل عام للمقترحات التي قدمها قادة التظاهرات مع بعض التحفظات، إلا أن عددا من النقاط الرئيسية لا زال الخلاف حولها، كمجلس السيادة الذي يطالب المحتجون بأن يشكل المدنيون الغالبية فيه، فيما يصر الجيش أن يشكل العسكري غالبيته. كذلك الفترة الانتقالية التي يطالب المجلس العسكري أن تكون لمدة 2 سنين، فيما يطالب المتظاهرون بأن تستمر ل4 سنوات. المحتجون وخلال هذا الشهر الكريم أعلنوا أنهم سيواصلون الاعتصام إلى حين تحقيق مطالبهم، وتطوع البعض لإطعامهم. رمضان ده ولا رمضان ده لو يسوء تاني يعملوا رمضان سنة قاعدين، ولا يعملوا ولا رمضان الجاي والبعد قاعدين. اللي هم اللي تعبانين، اللي هم اللي شجعانين، اللي هم عايزين يحرروا السودان. فنحن كأمهات من حقنا إنه حاجة أي حاجة في البيت متوفرة إننا نحاول نجيب لهم بهنا عشان نقدر نعمل تغطية. قادة الاحتجاج أكدوا أن الحل الوحيد لنجاح الثورة يكمن في نقل السلطة من العسكريين إلى سلطة مدنية كاملة. النيجر في حداد لمدة 3 أيام بدءا من اليوم بعد حادث انفجار سهريج وقود أول أمس أدى إلى مقتل 60 شخصا. ووقع الانفجار قرب محطة وقود بالعاصمة نيامي في ساعة مبكرة، بينما كان السكان محليون يحاولون سحب وقود من الشاحنة السهريجية التي انقلبت قرب المطار. 10 قتلى و25 مصابا هي حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع بمدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب. من بين الضحايا 3 عناصر أمنية. واستهدف التفجير عربة كانت تقل أفرادا من الشرطة عند مدخل ضريح بلاهور، ثاني أكبر المدن الباكستانية.
قبل إغلاق الملف الدولي انتهى هجوم شنه مسلح طالبان على مقر منظمة أمريكية غير حكومية في كابول بعد أكثر من 5 ساعات على دوي أول انفجار قتل فيه 5 أشخاص. الهجوم سجل في الوقت الذي يواصل فيه ممثل الولايات المتحدة وطالبان محادثات بقطر بهدف إنهاء نزاع مستمر منذ حوالي 18 عاما وتعثر المفاوضات حول مسألة وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية اليوم أن بعض رحلاتها من وإلى مطارات باريس، أورلي، ليون، مارسيليا وتولوز ستعرف بعض الاضطرابات بسبب إضراب موظفي القطاع العام المقرر يوم غد الخميس في فرنسا، داعية مسافريها إلى أرقام خصصت، وهي الأرقام الظاهرة الرقمين الظاهرين على الشاشة للمزيد من المعلومات. في الميدان الطبي عملية جراحية دقيقة وجد متطورة قام بها فريق طبي متخصص في جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، العملية الأولى من نوعها بالمغرب، همت أسفل الحوض حيث تم زرع صمام اصطناعي حول مجرى البول لمريض يعاني من فقدان السيطرة على المثانة. محمد بلاوي ورشيد العتابي. مرض السيطرة على المثانة وتسرب البول بشكل لا إرادي ومسمى بسلس البول هو مشكل شائع وبين أسبابهم ضعف العضلات حول قناة مجرى البول. ولعلاج هذا المرض فريق طبي متخصص في جراحة المسالك البولية قام بعملية جراحية دقيقة على أسفل الحوض. وهذا العملية هذه هي الأولى لتتقام بالمغرب هذا النوع من الحصار ZSE، وهو حصار جد متطور يمكن المريض من أنه يتمكن من الحصر البول ديالو بواحد الطريقة يعني فعالة وفولونتير، يعني هو من اللي بغي يحل تيحل من اللي بغي يسد تيسد. قرابة الساعة والنصف هي المدة الزمنية التي قضى هذا الفريق الطبي لإجراء هذه العملية الجراحية والتي كللت بالنجاح. 3 أيام بعد ذلك زرنا السيد عبد الحفيظ، معنوياته مرتفعة وحالته الصحية مستقرة. ساشي بلجيكا وكانوا قوموا للعملية تقريبا 20 مليون بلا المصاريف ديال الراديو، بلا المصاريف ديال الصفار، بلا تقريبا 25 ولا 30 مليون. وشحال تقامت هذيك العمليه؟ هنا يا استاذ صفر درهم. باطل. بعد مرور 3 أيام من اجراء العمليه المريض الحمد لله في حاله جيده، والحصار الاصطناعي سيتم تشغيله بعد مرور بعض الأسابيع حيث يمكن للمريض أنه يحبس البولة ديالو ويطلقها يعني بواحد طريقة يعني فولونتير. وبذلك يكون المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة يساهم في تطوير وتعزيز العرض الصحي بجهة الشرق. في إطار مواصلة الجهود لمحاربة التهريب بشتى أنواعه وعلى رأسه تهريب المخدرات، تمكنت دورية جمركية بزمرة أصيلة السيارة التابعة للمديرية الجهوية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة من حجز أزيد من 4 أطنان من مخدر الشيرة جنوب المدينة. أنيسة بومهدي وسعيد نجح. تمكنت دورية جمركية تابعة لزمرة أصيلة في وقت متأخر من ليلة أمس من إجهاض عملية لتهريب المخدرات وحجز كميات من مخدر الشيرة تفوق 4 أطنان كانت محملة على متن سيارة نفعية في طريق حد الغربية. على إثره تم إعلام النيابة العامة وإشعار سيد وكيل الملك، وتم نقل السيارة والحمولة ديالها إلى زمرة طنجة حيث تم التأكد من الوزن الإجمالي ومباشرة المسطرة القانونية. وحسب مصادر جمركية فإن العملية تمت بعد أن حمت شكوك حول حمولة السيارة ورفض السائق التوقف حيث اعترض طريقه أعوان الجمارك باستعمال المشيكات الحديدية.
إلا أن السائق لاد بالفرار مستغلا حلكة الظلام ووعورة تضاريس المنطقة. وجهتنا الآن تجداد بالراشدية التي يميزها نخيل واحاتها وقصورها السبعة المصنفة من طرف اليونسكو تراثا عالميا، ضمنها قصر أيت فراحة الذي يتضمن بنايات بصمتها عبقرية المهندس المرابطية، الشاهد الجامع كمعلم مديني بنيت في عهد يوسف بن تاشفين. سلسلة فن العمارة الطينية حكاية أصالة المغربية تقربنا من قصر أيت فراح في روبورتاج محمد الوهيبي وعبد العلي عيد. لتجداد إرثها الثقافي والحضاري جزء من قصور أسرية، ضمنها قصر أيت فراح معلمة تاريخية تشهد على فن العمارة المرابطية، دليلها المسجد الأعظم ومنارته. خصوصية قصر أيت فراح له تشكل عمراني متميز مبني بالتراب المدكوك، بالإضافة إلى ذلك هناك مجموعة من المرافق الاجتماعية المشتركة بحال الجامع بحال المسجد بحال المصرية بحال الساحات العامة التي تقام فيها الحفلات، بحال يعني أنه هناك مجموعة من المنشآت ومن المرافق العمرانية المشتركة التي تستغلها القبيلة في أفراحها وأطراحها. مسجد يتسمى مسجد مقرن، مسجد الكبير يوسف بن تاشفين، وشكون اللي مونو وشكون اللي بناه؟ مرت يوسف بن تاشفين اللي كتسمى يما حكو عليه، هي اللي بنات هذا المسجد هذا اللي كيتسمى مسجد المرابطين من فوق يوسف بن تاشفين، وكيتسمى مسجد أيت فراح كبير. كل بيت من بيوت قصر أيت فراح تحفة، بنيت عمارته بالطين الجار، تفنن الحرفيون الذين خبروا آنذاك البناء في إبداعها، أغنت طريقة تشييد المباني من حيث سمك الأسوار والأسقف والنوافذ والمداخل والعلو الذي يصل إلى 3 طوابق، أغنت تراث المنطقة. المشترك الإيجابي هو أن هذه القصور لا يمكن أن تعيش بدون أن تسن قوانين أعراف يلتجأ إليها، وكل خروج على هذه الأعراف ينتج عنه جزاء، وهذه الجزاءات عادة ما لا تؤدى نقدا، وإنما كانوا يفرضون ما نسميه بالإنصاف، المخالف للعرف يقوم باستضافات 5 ولا 6 ولا 7 ديال الناس ويغديهم في داره. الحاجة اللي كاينه هو اليهود، كاينين اليهود عندنا في السرير، لأن جاو لا سرير ديريس وجلسوا، لأن كيتبعوهما الأمن، الموضع فاش كاين الأمن فاش خصهم يجلسوا، جلسوا في المنطقة سيتسمى الملاح ديال أيت فراح، وعندهم ملاح أخر فايت أيت البزم. لعب قصر أيت فراح سابقا دورا رئيسيا في تجارة القوافل، والترميم الذي شهدته فضاءاته مؤخرا ساهم في التوثيق للذاكرة الوطنية. الورقة الرياضية تأخذنا إلى إسبانيا، ومنافسات بطولة مدريد المفتوحة في التنس تمكنت اليوم كل من اليابانية ناومي أوساكا والرومانية سيمون هاليب من التأهل إلى دور الربع النهائي. تفاصيل هذا التأهل ومواقع المواجهات في تقرير ابتسام أدريس. بعد 3 مشاركات في بطولة مدريد المفتوحة في التنس، تنجح اليابانية ناومي أوساكا في تحقيق المفاجأة بتأهلها إلى ربع نهائي 8 بطولة الماسترز، ولأول مرة في تاريخها على حساب البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش بمجموعتين نظيفتين.
تفاصيل المجموعة الأولى بدأتها أوساكا بكسر إرسال سانسوفيتش خلال اللعبة الثانية لتتمكن بعد ذلك من كسب المجموعة الأولى بنتيجة 6-2. خلال المجموعة الثانية وبالضبط في اللعبة السادسة كانت أوساكا متقدمة ب4-1، ورغم نجاح البيلاروسية في تقليص فارق النقاط إلا أن اليابانية ناومي أوساكا نجحت في الفوز بالمجموعة الثانية ومعها المباراة 6-2 و6-3. وعلى خطى ناومي صارت الرومانية سيمونا هاليب وسجلت أول تأهل إلى دور الربع، تأهل سهل على حساب سلوفاكيا فيكتوريا كوزموفا بمجموعتين دون مقابل 6-0 و6-0. هاليب تخطو بثبات نحو لقب ثالث لمدريد بعد تتويجها في مناسبتين متتاليتين عامي 2016 و2017. وفي الدور الثاني لبطولة مدريد للرجال والتي يبلغ مجموع نقاطها 1000، تمكن الياباني كينيشيكوري المصنف السابع عالميا من التأهل إلى دور الثمن النهائي على حساب البوليفي هيغو ديليان، واحتاج نيشيكوري إلى أزيد من ساعتين للفوز بمجموعتين نظيفتين 7-5 و7-5. نيشيكوري يسعى إلى الظفر بأولى ألقابه في مدريد. ترقبوا بعد النشرة الجوية برنامجا خاصا بمناسبة الذكرى 16 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. نذكر بالعناوين: جلالة الملك يشرف بالرباط على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية للدعم الغذائي رمضان 1440 التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مبادرة تعكس العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة وتكرس القيم النبيلة للتضامن والتآزر. اليوم تحل الذكرى 16 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مناسبة تعبر من خلالها كل مكونات الشعب المغربي عن مشاطرة الأسرة الملكية أفراحها ومسراتها وارتباطها المكين بالعرش العلوي المجيد. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا ملكة رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربية توجه كلمة بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وإعطاء انطلاقة أسبوع الوطني الهلال الأحمر المغربي فرصة لإبراز مساهمات المنظمة في المجالين الإنساني والاجتماعي. قصر أيتفرح بتنجداد إرث حضاري ومعماري يعود تاريخ بنائه إلى أزيد من 10 قرون بلمسات فنية وجمالية إلى جانب قصور أخرى بالمنطقة صنفتها اليونسكو تراثا عالميا. شكرا لكم على المتابعة، إلى الغد إن شاء الله.